البنات صباح الخير عليكم. اليوم عندكم واحد الوصفه ديال واحد البسكويت بالزيت، سهله تقريبا شبيهه بداك البسكويت اللي كنا سبق لي وريتكم درناها غير بالزبده. فيه ثلاثه العناصر او ثلاثه المكونات، كيف كتشوفوا المقاييس نفسها بنفس الكاس، انما هنا اللي عندي ناقص فهو السكر بودره. علاش؟ لان انا غنستعمل في هاد الكوكيز باش نزينو غنستعمل عجينه الشوكولا، فغتكون اوريدي هي حلوه. فكيف كتعرفوا دائما غنستعملوا عجينه الشوكولا او عجينه السكر او غنزينو بالشوكولا، دائما نقص السكر في الكيك او في الكوكيز او في الصابلي. فانا هنايا نفس المقاييس خديتها كيف ما قلت لكم، الا السكر بودره نقصته. دونك عندنا كاس زيت، كاس ديال السكر اللي هو انا استبدلته بنص كاس سكر بودره. طبعا في هذه الوصفه غنستعمل سكر بودره، يعني سكر ثقيل ماشي سكر خشن. وكاس ديال النشا، النشا هو اللي كيعوض لنا بحال قلنا ديك الزبده، هو اللي كيعطي واحد الهشاشه وواحد القرمشه في نفس الوقت للبسكوي. والدقيق هنا عندي 200 غرام ديال الدقيق، هو نورمال خاصني نعبر جوج كؤوس ونصف. انا تخديت جوج كؤوس قياس 200 غرام وعيني ميزاني ديك الساعه واش غنخصني نضيف الدقيق او لا. غندور لكم القوام كيفاش خاصو يكون. هاد البسكوي ممكن انكم تجمعوه غير بيديكم، ممكن تستعملوا العجينه انما ما تبالغوش في الخفق ديالها. هنا كيف كتشوفوا درت رشه ملح ودرت رشه فانيلا صغيره هكا غير باش نسم يعني الكوكيز. غنجي غناخد الكاس ديال الزيت، اي كاس خديتو به العبار غتاخذوا بجميع المقاسات. ولا بغيتو تضاعفوا الكميه طبعا غتضاعفوا المقادير، مثلا جوج كيسان زيت، جوج كيسان سكر، جوج كيسان نشا، والدقيق غتضاعفوا 4 الكؤوس، والكؤوس الاخيره كتبقاو عندكم ميزانكم. هنا كيف شفتوا ضفت كلشي العناصر، النشا مع السكر مع الزيت، بقى لي غير الخليط ديال الدقيق حتى نخلط هاد العناصر هذه. يعني ممكن انني ندير لها غير هكا بسباتولا تقدروا تجمعوها، اوكي؟ يعني ما تحتاجوش العجانه، انما دائما فاش كنكون انا مزروبه كنبغي نديرها باش نمشي نقضي حاجه اخرى. انما غنبقى واقفه حداه لان ما خاصنيش نبالغ، كيف كتعرفوا عجين الصابلي ما خاصوش يتجمع بزاف. صافي كيف كتشوفوا بعد ما دمجت عندي النشا مع الزيت والسكر، غنجي غنضيف الدقيق اللي عندي 200 غرام، وانا كنلم فيه يعني عيني ميزاني وفي نفس الوقت ما كنبالغش في الخفق غير شويه. انا البنات كتبقى 200 غرام كامله درتها، هو غادي يتلم عندي غادي صافي. دابا فهاد المرحله غنكمل بيدي باش نتحكم في القوام. كيف كتشوفوا راه العجين دابا مزيان، ها انتما راه كيتشمع. يعني الا ضفت كميه اخرى ديال الدقيق غنجي نفردو غير اللي تفرتت لينا، فانا محتاجه يبقى بحال هكا. يعني 200 غرام راه كافيه جو بونس، ما غنضيفش الدقيق مزيان. صافي غنجمعو ندير في البلاستيك نخليها يرتاح في الثلاجه واحد 10 دقائق، حتى الا عندكم الوقت خليه 15 دقيقه في الثلاجه عاد ندوزو نخدمو به. طبعا بالنسبه للبسكويت انتما ممكن تنكهوه باي نكهه، ممكن بالحامض، ممكن ديروا شوكولا، ممكن تنكهوه بقهوه، اي حاجه بغيتو. ها انتما كيف شفتوا العجين ها هو متماسك عندي كيتجمع، انا محتاجاه بحال هكا يكون، يعني ما خصنيش نبالغ في الدلك ديالو كيف ما قلت لكم. فوالا انا البنات دابا غنمشي غناخذ العجين. هنا كيف شفتوا درت بلاستيك غنرش غير قليل شويه من الدقيق بهذه الطريقه، مكنديروش بزاف. وغنجيب العجين ناخذ غير نص الكميه باش ما تغلطش لينا. انا البنات غنحاول انني نبسط العجين. طبعا كيف كتسمعوا الفرن راه درته يسخن على 180 درجه باش غير نقطع الكوكيز من فشار غنديرو يطيب. طبعا ما كنقلوش هذا البسكويت بزاف، انا البسكويت اللي كيكون فيه الزبده كينتفخ، هذا اللي فيه الزيت ما غاديش ينتفخ معكم بحال ديال الزبده. انا البنات هنايا بنفس الكاس غنجي غنقطع دوائر بهذا الشكل، نحاول ما نضيعش العجين نستغلو كامل، يعني على جنب جنب كنمشي باش ما نبقاش نلف فيها شي في مره يعني ويخسر بهذا الشكل. نستغل العجين كامل صافي، ونستعمل بسباتولا ولا شي حاجه باش ننزل البسكوي بهذا الشكل دون ما تخسر، لان العجين كيكون هش بزاف غريب شويه. حتى نهزوه ونحطوه في صينيه على ورق الزبده. غير
صعيب شويه كنمشيو معاه بالخاطر لانه كيكون هشيش. صافي غنسمى بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كامله وندخلها الطيب حتى تبان لي بدات كتحمر شويه من الجوانب. صافي ونخرجو ونوريكم الشكل النهائي ديالو بعد ما نخرجو من الفرن. طبعا هاد البقي هذا اللي كيبقى لنا هنايا فاحنا ما كندلكوش، كنلموه دائما بنفس الطريقه اللي كنديرو بها الصابلي اولا الكوكيز وكنعاودو نخدمو بيه بعد ما كيرتاح واحد شويه، ماشي كنبقاو نبالغو في الدلك اولا في العجن. الله الا تفصلت لي كلشي وحده ماشي مشكل. صافي غنكمل حتى ندير الشكل كامل الكمية كامل اللي عندي صينيه ومدخله الطيب ونوريكم كيما قلت لكم الشكل النهائي ديالو بعد ما يخرج من الفرن. انا البنات كيف كتشوفوا هنايا فجات درت الكميه ثانيه يعني صافي بنفس الطريقه كنستمر. طبعا هذه الكميه اللي درت انا واخا قليله يعني استعملت غير كاس كسر كتعطي كميه لاباس بها هني فوالا. والعجين كان خاصو واقيلا واحد شويه دقيق واحد معلقه ولا جوج هكاك لا ما مش مشكل باش عاود لميتو مع داك الباقي ديال الدقيق اللي درنا فاش طرحنا فيه العجين فهو بحال عاد تقاد ماشي مشكل. البنات كيف كتشوفوا معايا فهذا هو الشكل النهائي ديال الصابله اللي صوبنا. طبعا راه كيجي هشيش بزاف مرمل وعلى فكره ممكن ديروا اي نوع من القوالب تقطعوا به، ممكن ديروا هكا الا ما بغيتوش تقطعوا يعني ديروا على شكل كوكيز اولا صابلي فممكن تشكلوه بحال هكا كريات اولا هذا الشكل هذا. طبعا عطيتها باش نشوف طبعا كيجي مرمل وفي نفس الوقت كيجي يعني بنين رائع. قلت لكم ممكن تقطعوا باي نوع قطاعات ماشي بشكل دائري ماشي بشكل كوكيز اولا صابلي، كيف ديروها كيف ما قلت لكم هكا صابلي كوكيز حتى حلوه كيف ما درت لها في الطريقه. انا بقيت على الاخر يعني ما بغيتش نقلب العجينه قلت انا نجمعها بحال هكاك فوالا. كيف كتشوفوا راه كيكون مرمل وخفيف يعني رائع رائع لان في مايزنا كتجي كتعطي واحد الترميله كيجي زويون. فوالا هادشي اللي كاين البنات كنتمنى تجربوا هاد صابلي اولا هاد كوكيز او لا حلوه اللي بغيتو تسميوها، ممكن تنكهوها ممكن تلونوها ديروا كيف ما بغيتو اشكال اللي بغيتو وتزيين طبعا كيما قال لكم كيف ما بغيتو تزينوه. ممكن تلاصقوا وحده بوحده الكونفيتور وتغطسوها شويه النص ديالها في الشوكولا، كيبقى لكم اختيار ديروا اي حاجه كتفضلوا ومتوفر عندكم. دونك هذا هو كنعطيكم ديما لا باز اولا الفكره وانتم كتكملوا من عندكم وكل واحد يبدع من دماغه ويدير شي حاجه. يلا البنات باي باي.